وإلى آخر التطورات فيما يخص فيروس كورونا، حيث أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم تجاوز حاجز 52 مليون حتى صباح اليوم الخميس. وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي الإصابات وصل إلى 52 مليون و69 ألف حالة. كما أظهرت البيانات أيضا أن عدد المتعافين يقترب من حاجز 34 مليونا، بينما تجاوز عدد الوفيات 1,283,000 ألف حالة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من روما دكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الأوروبية شرق أوسطية. دكتور فؤاد أرحب بك إلى هذه الجولة من الآن، إذا حدثتنا أكثر وبالنظر إلى كل هذه الأرقام الكبيرة 52 مليون مصاب حول العالم بفيروس كورونا، ما هي الأنظمة الصحية التي لازالت قادرة على التعامل مع تفشي الفيروس؟ تحياتي للجميع. بالنسبة لهذه الأرقام إحنا بنحللها دائما من ناحية طبية وصحية. بالنسبة لنسبة اللي توفوا تقريبا 4%، نسبة اللي بتعافوا بالعالم تقريبا 80% من المصابين هم بدون أعراض، 95% تعالجونا في البيوت. بالنسبة لهي الأرقام لازم نلاحظ أنه موجودين زي ما كثير متفكين معنا، وكان في المرحلة هاي المرحلة الرابعة للموجة الكبيرة ازدياد عدد الإصابات من جديد لأخطاء كثيرة من قبل الدول خصوصا الأوروبية، لانه هاي الارقام 52 مليون مصاب موجودين الاغلبيه في 10 دول منها 5 اوروبيه ومنها ايطاليا، عشان هيك التركيز كله في الدول اللي كانت لازم تعمل اجراءات وتستمر في هذه الاجراءات عشان تقاوم الموج الكبيره بدون ما تقسم موجة أولى وموجة ثانية، لأنه الناس كلهم فكروا مع الموجة الأولى انتهى الكورونا فيروس، وبشهر 7 و8 كان يعني الفكرة خصوصا في أوروبا أنه الفيروس تغير. في هذا المجال إحنا بنلاحظ في المستشفيات في وجود مصابين بس فيش أعراض خطيرة مثل المرحلة الأولى. طيب إلى ماذا يمكن أن نعزو هذا دكتور فؤاد؟ يعني لماذا تختلف الأعراض في الموجة الثانية عن قوتها أو حدتها في الموجة الأولى أو في المرة الأولى؟ إحنا بنعرف أنه تغير كثير الفيروس من بدايته لليوم. من التغير اللي صار قوة انتشار الفيروس 13 مرة، وعشان هيك بنشوفهم ينتشر كثير بين الشباب، ينتشر كثير في المدارس في المرحلة الأولى بس كان بين المسنين، بس في نفس الوقت لا يسبب أعراض خطيرة. ليش؟ لأنه الفيروس بدأ في ضعف، وعشان هيك إحنا نتأمل إنه عدد اللي بتعافوا يقترب إلى عدد المصابين وقريبا إن شاء الله. طيب دكتور فؤاد، وأنت تتحدث عن هذه التحورات التي حدثت للفيروس فيروس كورونا بحد ذاته، الكثير يتحدث أن الأعراض ليست فقط أقل حدة ولكنها مختلفة في الموجة الثانية عن يعني مع ما كنا نعرفه في الموجة الأولى، درجات الحرارة المرتفعة، الحمى، ربما ألام الحلق، هل تختلف الأعراض فعلا في الموجة الثانية؟ نعم، هذا إثبات لتغير الفيروس. اليوم الفيروس بنشوف أعراض في الجلد، أمراض الكبد، أمراض الجهاز الهضمي، الجهاز العصبي، وليس فقط الأربع أعراض اللي معترف فيها رسميا عالميا من ناحية طبية. عشان هيك الفيروس حسب رأيي كانت إذا بينت لنا
إذا بينت لنا يعني بشكل مفصل أكثر الأعراض أو شكل الأعراض الجديدة، أنت تقول يعني هناك تغير في الجلد، هل هو طفح جلدي، هل هو يعني، إذا حدثنا أكثر عن هذه الأعراض. هاي الأعراض امبارح كان عندنا اجتماع مع الأطباء اللي بيعملوا تشريح الجثث، وهم متفقين معنا ومعي خصوصا إنه لازم كنا نعمل تشريح الجثث عشان نعرف وين دخل الفيروس في أي أجهزة. في كل يوم لما ينعمل تشريح الجثث بنلاقي الفيروس موجود في كل الجهازات الجسم الإنسان. في هاي المجال يعني في الكبد، في الجهاز الهضم، في جميع يعني الأجهزة الحيوية. نعم، الأجهزة الحيوية هسا بتعلق في عمر المصاب، بتعلق وإذا في عنده أمراض مسنين أخرى، بتعلق وإذا في عنده سرطان، في عنده سكري، في عنده ضغط عالي، في عنده أمراض قلب. عشان هيك الأعراض اللي موجودة اليوم في المصاب في كورونا فيروس ليس هي أعراض 99% تتعلق فقط من كورونا فيروس، لأنه فيش عندنا مصابين تقريبا 5% عندنا مصابين اللي فيش عندهم أعراض أو أمراض ثانية، خصوصا من المصابين المسنين. بنلاقي في الشباب اللي في عندهم أعراض ثانية مثل جهاز الهضمي، في عنده وجع بطن كثير، عنده الكبد يعني وجع كثير. ليش؟ لأنه الفيروس بيأثر كثير على الجهاز الهضمي. نعم. في نفس الوقت في الجلد بنشوف الأعراض الجديدة، في 4 أعراض مهمة في الجلد بالنسبة للكورونا فيروس. عشان هيك نصيحتي وخبرتي بتقول إنه لازم نشخص المصاب أولا شو الأمراض الثانية اللي عنده وشو. إذا ترتبط الأعراض الموجة الثانية بشكل أساسي بالأمراض التي قد يكون المريض مصاب بها من الأساس. طيب دكتور فؤاد، أسألك هنا سؤالا أخير، وخاصة بعد هذه الأخبار التي تواردت والإعلان عن لقاح فايزر وهو أحد أهم يعني ما يتعلق بفيروس كورونا اليوم، يعتمد اللقاح دكتور فؤاد في المقام الأول على إمداد الجسم بمادة وراثية تعرف بال RNA المرسال أو المسنجر RNA، وهي تقنية في تصنيع اللقاحات كانت مرفوضة من قبل لعدم أمانها. نعم، بالنسبة لهذا النقطة إحنا يعني نفس الإشي مبارح صار إعلان في أخرى 11 لقاح دخلت للمرحلة الثالثة. إحنا كأطباء بالنسبة للقاح بنقول إنه قبل ما يعلنوا عن إنه في لقاح والناس تغدى مبسوطة في لقاح، بس لازم إحنا نشوف كأطباء البحوث اللي قدموها. بالنسبة للقاح اللي أعلنت عنه شركة فايزر 90% بيقولوا إنه في عنده أماني، بس في 3 أسئلة فيش لها جواب. أولا كم مدة المناعة اللي بيسببها هذا اللقاح؟ ثانيا هذا اللقاح مفيد لجميع الأشخاص، أطفال، مسنين، متوسطين العمر؟ ثالثا هذا اللقاح مفيد للمسنين مع أمراض القلب، السرطان، السكري، أمراض الضغط وكثير من هاي الأمراض؟ ثالثا رابعا هذا اللقاح هو بيوقف انتشار الكورونا فيروس ولا بيوقف مرض الكوفيد في الشخص نفسه؟ وهذه مهم، لأنه إذا أنا بأخذ اللقاح عشان أنا أتعافى بس في نفس الوقت بمنع الانتشار الكورونا فيروس، ملوش فايدة التطعيم واللقاح. اللقاح لازم يقضى له هدفين، دافع عن الشخص اللي أخذ اللقاح، في نفس الوقت يوقف انتشار الكورونا فيروس، لأنه الفائدة الكبيرة للقاح هو مقاومة كورونا فيروس، وليس فقط انه الشخص اللي اخذ اللقاح لا يصاب في الكورونا فيروس. نعم دكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية، اشكرك جزيل الشكر.